The winding drum D is drawing in the cable at an accelerated rate of 5 meter per second squared. يعني بيدخل بالدرم ده تشد الحبل بأكسلريشن 5 متر على السكند سكويرد. Determine the cable tension if the suspended crate has a mass of 800 كيلوغرام. في 800 كيلوغرام هنا. طب احنا عندنا الحبل في 2 من ال LC اللي هو سرعة C. وخد أي نقطة بقى هنا 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 أي حتة، الحتة دي كلها أو دي سميها LD. يبقى LD زائد 2 LC بيساوي كونستنت. نشتق مرة مرتين، يبقى الـ AD زائد 2 AC بتساوي صفر. طالما ده عندنا بخمسة يبقى ده 2.5، 2.5 ده داخل كده، ده طالع لفوق. لو حبينا نرسم الـ free body diagram للبلوك عند C، يبقى في 2 T لفوق وفي 800 فعات الجاذبية الأرضية، يبقى 800 G لتحت وفي 2.5 متر بير سكند سكوير لفوق. نكتب معادلة الحركة كنيوتن الثاني، بيقول سيجما الـ FY يساوي MAC 2 تيل فوق الـ 800 جي لتحت بيساوي الماس في الأكسلريشن، مفيش مجهول غير الـ T. T طلعت 4924 أو 4.92 كيلو نيوتن.